النهاردة ذكرى ميلاد واحدة من فنانات مصر المبدعات، وهي الفنانة الجميلة الرائعة اللي يعني أمتعتنا بأعمالها الكثيرة التي لا تعد وتظل خالدة في مكتبة وتاريخ السينما المصرية، الفنانة الجميلة معالي زايد اللي سابت بصمة فنية متميزة على الشاشات من خلال أفلامها زي الشقة من حق الزوجة والبيضة والحجر والفرن والأرملة والشيطان، محطات فنية في حياة النجمة الكبيرة معالي زايد، نتعرف عليها من خلال هذا التقرير. جرالك ايه ده ولاد؟ ياه، اليوم هو ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة معالي زايد. شو قلت لك هتفرق؟ ولدت في 5 نوفمبر عام 1953، واسمها الحقيقي معالي عبد الله المنياوي، وتنتمي معالي زايد لعائلة فنية، فوالدتها الفنانة الكبيرة أمال زايد وخالتها هي جمالات زايد. تخرجت معالي زايد من كلية التربية الفنية والمعهد العالي للسينما، وبدأت مشوارها الفني وهي لم تبلغ 21 عاماً من خلال فيلم ضاع العمر يا ولدي مع الفنان محمود عبد العزيز والمخرج رأفت الميهي. لم يقتصر الفن في حياة معالي على التمثيل فقط، لكنها كانت رسامة بارعة وقدمت عدداً من المعارض الفنية لرسوماتها، وكان لها أكثر من معرض ناجح. تزوجت معالي زايد مرتين، الأولى من مهندس وانفصلت عنه، تزوجت بعدها من طبيب ولم تستمر هذه الزيجة طويلاً وانتهت بالانفصال. شاركت زايد في العديد من الأفلام، أبرزها الشقة من حق الزوجة، البيضة والحجر، الفرن، الأرملة والشيطان، قضية عم أحمد، والسادة الرجال. كذلك عملت في الإذاعة واشتهرت بأدوارها المتميزة، مثل دورها في ثلاثية نجيب محفوظ الشهيرة هي قصر الشوق والسكرية وبين القصرين، حيث جسدت من خلالها شخصية الست أمينة. ودعت معالي زايد جمهورها ورحلت عن عالمنا في 10 نوفمبر عام 2014 بعد إصابتها بمرض السرطان.